طعم برياني من يدك يا عزيز. شوف كيف. سلام عليك ابو العز. عندي هنا دجاج بدون جلد، ضيف عليه طماطم، ثوم زنجبيل وبهارات، لبن زبادي وبصل مقلي، واخليها اقل شيء 10 دقائق. احمس بهارات الحرب واضيف البطاطس، واول ما البطاطس تاخذ لون اضيف الدجاج، اضيف شويه مويه واقفل عليه لين يستوي الدجاج. بعد ما استوى الدجاج اضيف الكزبره، اضيف رز مسلوق نص استوى، اقفل عليه 10 دقائق الى ربع ساعه. قول بسم الله. ناخذ من الدجاج مع البطاطس. شوف البطاطس كيف. الله عليك ابو العز.